بهاء الرامي رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمل تفاس. كلمة بهذه المناسبة. مناسبة هذا اليوم هو احتفال بمناسبة نتاع 13 نتاع انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الدرجة ديالها سيدنا الله ينصرو في 2005. هذا اليوم هو تتويج لمجموعة نتاع التظاهرات الثقافية والاجتماعية والتربوية وكذلك الرياضية اللي هي بدأت من يوم 6 في هذا الشهر ماي واللي استمرت الشهر كله. وهذا النهار هو التتويج لهاد الوليدات والشباب اللي هما ساهموا في التظاهرات بواحد هاد المجموعه نتاع الهدايا مجموعه نتاع لي كوب ولي تروفي اللي تسلموا من طرف الهيئات الرسميه. وهذا ما هو التتويج العمل نتاع واحد 13 سنه و19 حصيله نتاع المنجزات نتاع المشاريع لفائده الشباب اللي في مشاركه مع المجتمع المدني وكذلك بشراكه مع الاشخاص لان في اطار الانشطه المدرسه الداخل وكذلك اللي استفدوا في اطار المراكز الاجتماعيه والتربويه والرياضيه واللي هي في طور انجاز واللي منجزه. وانتم كتشوفوا انتم حضرتوا على هذا الاحتفال لان هذا احتفال بوليداتنا شبابنا اللي هو هذا الورش تخلق من اجلهم. شكرا.